السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نتعرف على حموضة التربض وشلون نقدر نقيسها. أهم المعلومات لازم تعرفوها، شلون ممكن نرفع درجة حموضة التربة من خلال إضافة بعض الأمور، وكيفية خفض درجة حموضة التربة. كل هذا إن شاء الله راح نتناقشه خلال هذا الفيديو. وإذا عجبكم محتوى القناة، محتوى العناية بالزرع الداخلي والخارجي، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس. يلا خلينا نبدأ. أولا، ما المقصود بحموضة التربة؟ طبعا تعد درجة حموضة التربة مقياس لمدى قلوية التربة أو حمضيتها. شو ممكن نقيسها؟ نقدر نقيس الحموضة أو القلوية في التربة باستخدام مقياس تتراوح بالدرجات من 0 إلى 14، حيث يشير رقم 7 إلى درجة الحموضة التربة متعادلة أو محايدة، فيما يعبر انخفاض الأرقام عن درجة 7 عن ارتفاع مستويات حموضة التربة. أما زيادة الرقم عن 7 فهذا شيء يشير إلى ارتفاع قلوية التربة وقاعديتها أيضا. طبعا من مهم جدا أنه نشير أنه درجة حموضة التربة تتراوح عموما من درجة شديدة الحموضة اللي تبلغ 3 إلى درجة شديدة القلوية اللي تبلغ رقم 10. ويرجع تغيير حموضة التربة إلى العديد من العوامل، من أهمها استخدام الأسمدة النيتروجينية، معدلات هطول الأمطار، زيادة بعض أنواع النباتات مثل فول الصويا والبرسيم أيضا. طبعا من المهم جدا نعرف درجة حموضة التربة لأنه هذا الشيء راح يساهم في صحة التربة ويساهم أيضا في صحة النباتات. طبعا يعد العثور على الرقم الهيدروجيني المناسب للتربة أمر مهم جدا لصحة النبات. أيضا يحدد الرقم الهيدروجيني مناسب مدى كفاءة امتصاص النباتات للمغذيات، والناحية أخرى أيضا نمو النباتات وازدهارها راح يتأثر بمستويات الأس الهيدروجيني للتربة. فمثلا تزدهر الإزاليات وشجر الورد والتوت والصنوبريات بالتربة الحمضية اللي تتراوح درجة حموضتها ما بين 5.0 إلى 5.5، فيما تفضل الخضروات والأعشاب ومعظم النباتات الزينة تفضل أنه تنمو بتربة حمضية قليلة واللي تتراوح درجة حمضيتها من 5.8 إلى 6.5، وتفضل بعض أنواع مثل السرخيسيات والهليون النمو بتربة المحايدة القلوية قليلا. شلون ممكن نرفع درجة حموضة التربة؟ طبعا ممكن نزيد الرقم الهيدروجيني للتربة باختيار أحد الطرق راح نذكرها. أول طريقة هي نضيف المركبات المصنوعة من مسحوق الحجر الجيري أو الجير. ممكن أنه نعثر على هاي المواد بمعظم محلات البستلة، حيث تأتي على عدة أنواع. تأتي على نوع البودر المسحوق، سائلة أيضا، حبيبات. ممكن أيضا نختار النوع المناسب اعتمادا على نوع التربة وكمية رطوبتها. من المهم جدا أنه نذكر أنه بعض مصادر الجير راح تحتوي على مغذيات دقيقة مثل الدولوميت، وهذا الدولوميت هو عبارة عن خليط من كربونات الكالسيوم والمغنيزيوم. فمن المهم جدا أيضا أنه نستخدم الجير الدولمونيت فقط بحالة إذا كانت التربة تعاني من نقص المغنيزيوم. الطريقة الثانية اللي هي كيفية رفع درجة حموضة التربة هي إضافة رماد الخشب. طبعا رماد الخشب يعد فعال مثل المركبات اللي تحتوي على الجير، لكن فعاليته هي شوية أقل من الجير. الجير يكون أفضل، لكن يضيف مغذيات دقيقة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفات والبورون، يضيف هاي كل هالأمور إلى التربة. وأيضا من الممكن أنه يزيد درجة حموضة التربة بشكل كبير على مرور الوقت. من المهم جدا أنه ننتبه أنه نتجنب ملامسة الرماد للجذور أو للشتلات النابتة، لأنه ممكن يتلفها ويقتلها مع مرور الوقت. ملاحظة مهمة جدا، يجب علينا تحديد درجة حموضة التربة قبل محاولة تغيير درجة حموضتها. هذا الشيء راح يساعد على تحديد نوع ومقدار المواد اللازم إضافتها. وأيضا من الممكن أنه إجراء اختبار بسيط للتربة بالمنزل أو بواسطة مختبر خاص للتربة. نجي هنا إلى شلون ممكن نخفض درجة حموضة التربة إذا كانت حموضة التربة عالية، شلون ممكن نخفضها ونقلل من عدها. طبعا ممكن أنه نقلل من الرقم الهيدروجيني للتربة من ناحية أنه أولاً نضيف كبريت الألمنيوم. كبريت الألمنيوم يعمل على تغيير درجة حموضة التربة على الفور مباشرة، لأنه يرفع من مستويات الحموضة بمجرد أنه يذوب بالتربة، وهذا الشيء راح يؤدي إلى خفض الرقم